طالب الحزب المغربي الحر رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي باتخاذ الإجراءات القضائية التي يحتمها القانون بشأن قيام عزيز أخنوش بأفعال تشكل جرائم دعوة إلى استعمال العنف وإهانة الشعب المغربي طبقا للقانون الجنائي، وذلك على غرار متابعة ومحاكمة محمد السكاكي الملقب ملك سكيطة، وذلك إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على المساواة الجميع أمام القانون، وتفعيلا لشعار استقلالية النيابة العامة. واعتبر الحزب المغربي الحر الذي يترأسه النقيب محمد زيان أن تصريحات عزيز أخنوش من خارج أرض الوطن بأنها غير مسبوقة، لأنها تضمنت عبارات مهينة للشعب المغربي وتنهل كلماتها من معجم العصابات والتنظيمات الإرهابية، مبرزا أن هذه التصريحات تدعو إلى استعمال شرع اليد والتأديب وإعادة التربية للمواطنين المغاربة خارج إطار القانون والقضاء، موضحا أن تلك التصريحات مسيئة لكرامة الشعب المغربي ومحتقرة لتربيته وأخلاقه وقيمه. ودعا الحزب في بلاغ الله كافة الأحزاب السياسية وخصوصا منها المشكلة للحكومة من أجل اتخاذ موقف حازم من تصريحات أخنوش وأعضاء حزبه، وذلك بالتعبير صراحة عن إدانتها. كما طالب حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة تقديم اعتذار للشعب المغربي على ما بدر من رئيسه عزيز أخنوش من إهانات، مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات إدارية وتأديبية لكل من يتبنى خطاب العنف والكراهية للشعب المغربي داخل هذا التنظيم. وأكد المصدر على أنه رفضه الصريح لكافة الخطابات والممارسات التي تتخذ من شعار الدفاع عن المؤسسة الملكية أو ادعاء القرب منها مطية لشرعنة العنف أو الإفلات من المحاسبة أو التسلط على الشعب أو الاغتناء الغير المشروع أو كسب امتيازات خارج إطار القانون. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.